احسن بيفان تقدر تاخذ بواحد الثمن اللي هو مزيان ومناسب. السلام عليكم الاخوه، اليوم معنا فيديو جديد مع لي باف بلوتوث. كيف ما كتشاهدوا معنا جبنا لكم ثلاثه ديال لي موديل لي باف اللي هما مطلوبين حاليا في السوق بودات جوده عاليه بواحد الثمن اللي هو مناسب. كيف ما كتشاهدوا معنا الباف الاول اللي معنا هو هذا، في البلاصه ديال اليو اس بي ولا كارت ميموار بلوتوث الاوكس الراديو. هذا الاخوان الثمن ديالو باش كيتباع في المحل فهو كيدير 100 درهم فقط، 100 درهم هذا هو الثمن الحقيقي ديالو باش كيتباع في المحل. باف كبير كيجيب واحد ديزاين مزيان، واحد ديكور مزيان، تيشد لا شارج، عندك 4 السوايع ديالك ديال الشارج في هذا الباف. هذا موديل مزيان، فيه الراديو ديالو، البلاصه اللي فيها الراديو راه يشد لك الراديو مخير مزيان. عندنا الباف الثاني اللي معنا اللي هو هذا الثمن ديالو الاخوان فهو تيدير 90 درهم، 1800 ريال. هو هذا تيجي تا هو بواحد الديزاين مزيان، فيه جوج ديال لي موديل، في البلاصه ديال اليو اس بي كارت ميموار الاوكس كيف ما كتشاهدوا معنا بلوتوث. تيجي بجوج ديال لي موديل، كاين هذا الموديل الاول وكاين الموديل الثاني ديال العسكر كيف ما كتشاهدوا معنا. واحد الديكور مزيان وثمن اللي هو مزيان وكاليتي مزيانه. هذا هو الموديل الثاني اللي فيه، تيجي بجوج ديال لي كولور، هو هذا الكولور الثاني اللي معنا. الثمن ديالو الاخوان فهو كيتباع ب 90 درهم، ما تفوتوهاش. فيه كيف ما كتشاهدوا معنا لي باف مزيانين، تيجي بواحد الديزاين واحد الديكور اللي هو مزيان. من ناحيه ديال الباتري فهما كيشدوا حتى ل 4 السوايع ديال لا شارج، ما بين 3 و 4 السوايع ديال الشارج كونتيني. كاين لي باف الاخرين اللي ناقصين عليهم شويه في الثمن و حتى هما مزيانين، هاد الصغار هادو ديال الرويضه كيتسماو. هادو الثمن ديالهم باش كيتباعوا فهما كيديروا 70 درهم، 1400. تيجيو حتى هما بكارت ميموار يو اس بي بلوتوث كيف ما كتشاهدوا معنا، فيهم حتى هما الصوت مزيان بي 12. هما هادو الثمن ديالهم فهما كيتباعوا ب 70 درهم، هذا هو الثمن الحقيقي ديالهم باش كيتباعوا في المحلات. تيجيو بلي كولور بزاف، كاين فيهم الاحمر الكحل الصفر، لي كولور تيجيو الانواع فيهم. هذا ما كان الاخوان، كانوا معنا لي باف بلوتوث. ما تنساوش البارطاج باش كلشي يستافد وكلشي يعرف الثمن الحقيقي ديالهم. والى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.